هللويا. ادي الصفقه ومجد ليسوع المسيح. ادي الصفقه ومجد ليسوع المسيح. نحن قاعدين في قاع بتاع احتفال الروحي. هللويا. ما احتفال بتاع مدينين. احنا ما مدينين. احنا ناس بيعمل عمل الروحي. والعمل الروحي قاعد يقول كلمة الله وحيث روح الرب هنالك شنو؟ حرية. لما تكون في بيت بتاعت ربنا أقعد وأنت مرتاح في بيت بتاعت ربنا، لأن بيت بتاعت ربنا فيه كل حاجة اللي أنت عايزه. أمين؟ أول حاجة خليني أرحب بكل الضيوف للمرة الثانية. خليني أرحب أول حاجة ب مخلص مبشر مخلص بولس رئيس اتحاد الخدمات السودانية بجمهورية مصر العربية. ممثل اتحاد كنائس جنوب السودان بجمهورية مصر العربية. لو موجود. بنرحب كمان بالبروفيسور برنابا متياس رئيس رابطة النوبة العالمية. يو هايلي ويلكم. برنابا تيموس هاوس سوري. معنا كمان في الوسط القس نالو دي، ربنا يبارك حياتك، رجل بركة. معنا مولانا نميري، ربنا يبارك حياتك كمان، وجودك في وسط بتاعتنا بركة. باستا لوك ناكو هو برضو، وباستا شيخ ليمبا إزيناميكس. عندنا مع برضو باستا وحيد، وعندنا معنا كمان باستا من نيجيريا اللي هو باستا سولومون، ومعنا كمان رجل حيكون لنا بركة كبير الليلة باستا لوكا. ربنا هيستخدمه في وسط بتاعتنا بطريقة مثالي. كمان أنا قد أقدر وجود بتاعت ممثلين بتاعت الطوائف والكنائس السودانية بجمهورية مصر العربية اللي موجودين معنا في النهاردة. بنرحب بحضور بتاعتكم كمان ممثلي الروابط الاجتماعية وممثلين المجتمع المدني وكل المؤمنين. أنا قد أحييكم وبسلم لكم جميعا باسم الرب يسوع المسيح. نيابة عن نفسي وكمان المكتب بتاع الشؤون القانونية والاستشارية بتاع اتحاد الخدمات السودانية بجمهورية مصر العربية، احنا سعيدين جدا عشان نكون موجودين في المحفل بتاع الليلة عشان نقدر نحتفل بالإنجازات وبالحاجات البسيط الاتحاد قدر يلم نفسه حتى ما نوصل في يوم بتاعت الليلة. اسمحوا لي في الوقت ده عشان أقدم لكم بعض من نقاط مهمة جدا لسبب بتاع تكوين بتاع اتحاد بتاع الخدمات السودانية بجمهورية مصر العربية. عندنا نمرة واحد، نحن الهدف بتاعتنا، أنا هركز بس في جانب الاجتماعي اللي الاتحاد بيقوم به. الاتحاد بيقوم بدور كبير جدا في جانب الاجتماعي اللي هو إنه يحارب محاربة كل الظواهر السلبية الموجود في المجتمع بتاعنا وبالصفة خاصة مجتمع بتاع الشباب. في حاجات كتير ناس كتار بيتكلموا عننا كشباب، بقولوا نحن كده ونحن كده ونحن كده، ونحن عايزين نأكد لكم نحن كشباب بتاع اتحاد، احنا لمينا نفوسنا مع بعض عشان نمسك يدنا مع بعض عشان نشوف ديت الظواهر السلبية، والظواهر ده نقدر نقلعه من وسط بتاعتنا. وانا بتمنى كمان انتم تساعدونا كرؤساء بتاعة الكنائس والرؤساء بتاعة المجتمع المدني وكل الرؤساء بتاعة المجتمعات الموجودة يقدر يساعدونا كمان عشان نقدر نحقق اللي هدف ده، انه نقدر نحارب كل الظواهر السلبيه الموجود في المجتمع. كمان نحن
واحد من أسباب بتاعتنا إنه عايزين نبني قدرات بتاع الشباب، بناء قدرات وتطوير القدرات ده. يعني ما بس نكون ناس فقط عايزين بس نجي نسبح ربنا ونعمل حركات كده بس ونمشي، نو نحن لازم نبني كل مقدرات في الشباب، من المواهب مثلا والقدرات الفكرية والثقافية المتعلقة بالمجتمع المسيحي. بعد مرات ما نكون مسيحيين بس بنتصرف تصرفات ما بتاع مسيحيين. احنا واحد من اهدافنا انه ننمي المقدرات ده. برضو عايزين نشجع ونصنع قادة شباب قادرة على احتواء جميع انواع المشاكل. في مشاكل كثير بتحصل في الشباب، فلازم نعمل اكيب او نقدر نزرع في الشباب مقدرات عشان يقدر يحل مشاكل بتاعهم. برضو واحد من الاهداف انه نحارب الهرطقات الموجوده في العصر الحالي. في هرطقات كثيره موجوده وناس كله عارفين الهرطقات، في حاجات كثيره جدا. فنحن واحد من الاسباب احنا عايزين نحارب الهرطقات ده، عشان انتوا ممكن ناس يقولوا نحن قاعدين نحرطق، لا نحن عكس. اي حرطقه نحن ضده تماما وبنجيف ضده بالشده. اتحاد عنده رؤيه وهدف واضح مرتبط بالكنائس، بالكنائس بتاعتنا. يعني نحن ما شغالين برا من الكنيسه، نحن اهداف بتاعنا مشترك مع الكنيسه، في نفس الوقت مشترك مع المجتمع، عشان نقدر نحل كل القضايا المتعلق بالشباب. ده واحد من الركائز بتاعتنا اللي نحن بنركز فيه اكتر. برضو واحد من الاهداف بنعمل على كسر كل الحواجز وكل الخوف. بعد مرات تلاقي الشباب عندهم مقدرات لكن الخوف اللي جواهم ما بيساعدهم انه يقدر يقوموا بحاجه. الاتحاد بيشجع الشباب عشان يقدر يكسروا الحواجز ويكسروا كل الخوف اللي موجود قدامهم، ما بيقدر يخليهم ينمو ويقدر يحقق تطلعات بتاعهم ويقدر يحققوا مستقبل بتاعهم. الاتحاد برضه بيساعد في الموضوع ده. تقوية الشباب في بناء ثقة في أنفسهم. لازم شباب يكونوا واثقين من شنو؟ لأن أنت لو واثق من نفسك بتقدر تحقق حاجة حتى لو أكبر منك. كمان الهدف بتاع الاتحاد بنشجع في التعليم. بنشجع في شنو؟ في التعليم، لأن التعليم ده العنصر الأساسي إذا كان في الكنيسة ولا خارج الكنيسة. عشان إنسان يكون ناجح لازم يكون إنسان متعلم، والاتحاد قد يشجع شباب عشان يتعلموا. هللويا هللويا. عشان أنت لو قد تشوف إنه شباب ديل ما ناس متعلمين ما قاعدين يقروا، لا إحنا بنشجع إنه أي شاب وأي شاب يقدر يوصل لمرحلة عالية. إذا أنت في ثانوي ما عايزينك بس تقف كده، عايزين نشجعوك تمشي في الجامعة وتتخرج حتى ما تقدر تحقق الهدف اللي أنت ربنا خلق من أجله. وده ما لنفسك بس، ده للكنيسة وللمجتمع ككل. بيتمثل في تعليم كتابي. بدل أحيان بنشوف زول يجي قدام يتكلم كلام بتاعت ربنا بس لسبب بتاعت عدم التعليم ممكن يتكلم مصطلحات غلط، ممكن يعلم تعليم غلط، وده اللي بيشجع الحرطقة داخل الكنيسة. عشان كده نحن بنشجع التعليم الكتابي. بنشجع كمان التعليم الأكاديمي. لازم مش كلنا نكون ندخل كلية لاهوت، لا كلنا أولا نخش
مدارس جامعات بعد كده نجي نخشوا كليات لاهوتيه. هللويا هللويا. كمان بنشجع على التعليم الصناعي، بنشجع على التعليم الصناعي عشان برضو يقدر يساعدك ويقدر يساعد المجتمع بتاعك. طيب في نقطة قبل الأخير اللي هي الانتقادات السلبية. المجتمع بيشوف الشباب إنه شباب ديل ناس ما كويسين. هللويا. أنا عايز أكد لكم 200% الشباب كويسين. الشباب كويسين عشان كده نحن كشباب شفنا نفسنا نحن ناس كويسين زي ما ربنا قد يشوفنا نحن كويسين. العالم ما قد يشوف، العالم قد يشوفنا ما كويسين، لكن الله شايفنا نحن كويسين. عشان كده قمنا بمبادرة إنه لازم نلم الشباب ونقدر نشجعهم عشان يقدروا يكونوا ناس ناجحين في الحياة. الاتحاد تم التكوين بتاعه يوم 25 شهر 2 2023 بقيادة بتاعت المبشر مخلص بوليس راعي خدمة سفراء الراعي الصالح بمصر. خلوني في الوقت ده المكتب التنفيذي مكتمل، و نشكر ربنا قدر يساعدنا نكمل بعض الإجراءات القانونية، قدرنا نخلصهم حتى ما الاتحاد قدر يكون في يوم بتاعت الليلة ونحن مجتمعين الليلة عشان ندشن العمل الجديد ربنا صنعه في حياتنا. خلوني مع ساعدوني مع بعض، خلينا نقوم فوق مع بعض عشان نرحب برئيس اتحاد الخدمات السودانية بجمهورية مصر العربية أستاذ مخلص بوليس عشان يقدر يدينا كلمات.